السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم حنسوي لكم كباب دجاج في الفرن. المكونات هتكون دجاج مفروم وجزر وفلفل مفروم وثوم وبصل وبقدونس وشوية بهارات وبخاخ الزيتون. أول شيء بنحط كل المقادير مع الدجاج وبنخلطهم مع بعض لحد ما يمتزجون كلهم امتزاج كويس. بخاخ الزيت بنبخه على الصينية، بعدين الخليط اللي سويناه هنا بنحطه على شكل أصابع ندخله في الفرن. كذا نكون جهزناه على أساس إنه يروح للفرن. بنحطه تقريبا 20 دقيقة من تحت، وبعدين نحطه 20 دقيقة نطلع فوق على أساس يكسب لون. بالنسبة للحرارة نخليها على درجة حرارة 180. بيني وبينكم في معلومة، ترى أغلب الشوي يكون على درجة حرارة 180. الحين نطلع الكباب من الفرن. بالصحة والعافية عليكم. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. هاي بتكون وجبتنا. بالصحة والعافية عليكم.